كل بنات شعل الفراش ولا ماشي على شي ساره. سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم غنوريكم كيفاش نصاوبوا واحد المايونيز كيكون فيه بالثوم، نكهه الثوم، كيجي غزال وبنين وكيجي خطير، لان كيف كتعرفوا الثوم فهو مضاد حيوي اونتي بايوتيك. فبان دايرين مشاوي غندير هذا مايونيز بالثومه. سبق لي عطيتكم يعني بزاف، اللي بالزعتر، اللي بالعادي، اللي بالحليب، لا بيض. فاليوم درت انايا جوج بيضات، حيت كنت غنصور ونقول اجي نصوره. درت جوج بيضات، درت شويه فلفل اسود، شويه ملح، ومعلقه ديال الخل. غنزيد واحد معلقه لا موطارد، معلقه شويه تكون عامره كي بحال هكذا، معلقه صغيره. وهنا الثومه عندي درتها بحال هكا، تقريبا خديت واحد 6 الفصوص ديال الثوم، ومعلقه ديال الزيت راه حتى هي ضايفاها. وصافي غنديرو يتطحن، وغنبقى نزيد في الزيت بالتدريج كيف غتشوفوا معايا. اول حاجه غنحتاج انني ندير هاد الثومه هادي، نهرسها مزيان باش تجي مزيان تطحن، ما تبقاش يعني طروفه ما نحسوش بها. فكيف كتشوفوا معايا، شوفوا حطيتها فوق المولينات، شفتوا شنو ندير؟ هادشي ديك اللي ما فيهاش اللي يجيب تريبي من تحت انا كنطيح في الخلاط مكمل اللي بقى على الايباد. نوريكم شنو بقى الايباد. المهم نتوما غير باش تاكدوا ممكن تحكوها، ممكن ديروها في هاد اللعيبه تعصروها باش نتاكدوا انها ما تبقاش عندنا طريسات اللي تغزز. انكم راكم عارفين نتوما خضره كتكون النكهه ديالها قويه، فمبغوش شي حد يطيح فيها ويندغ غيحس بها. انا ما عنديش مشكل، انا ما كنعطيكم فكره، فبغيتو تخدموها مثلا جاي عندكم شي حد ضيوف ولا هكا، باش ما تجيش ديك النكهه تكون في المايونيز نكهه الثوم ولكن مش عشان يحس بها ويندغ تبقى ليه قويه. فوالا صافي، انا نرجعو نحطو، كنت حاطه التليفون هنا تخيل. ندير هكا الثومه، طبعا الفلفل الاسود والملح بحسب الذوق ديال كل واحد. اوكي نحيي هذه البلاقه باش نزيد ليها الزيت من تماك، باش نسهل ديجا نعاود معكم المقادير باش ما نتلفكمش. درت جوج بيضات، معلقه ديال الموطارد، معلقه ديال الخل، معلقه ديال الزيت، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، ودرنا الثومه اللي درنا. وهنا غندوزها في انا كشفتو معايا، ما حبستش معكم، حاولت انني شويه نخلي لكم باش تفهموا. درتو كيتطحن وبقيت كنضيف الزيت بالتدريج كما شفتوا، يعني بطريقه كيكون هضره نزليه اوريدي الزيت خيط يعني، وهو كيتطحن حتى كيبان لي عقد، حتى كيولي ندور. طبعا كما قلت لكم كنخليوه حتى كيعقد، ملي كيولي بحال هكذا عندنا خاطر كما شفتوا. هنا مثلا عندي خفيف، غنرجعو وغنضيف. هنا عندكم ميزانكم، كل واحد يضيف، كاين اللي كيبغي يخليه شويه هكا، انا كيعجبني شويه يكون عاقد على هكذا. غنزيد مازال ليه الزيت ونزيد نخليه يطرب هكذا، كتعينوا نقيس نتوما بغيتو واش ثقيل اولا خفيف. انا مازال باغا شويه يكون ثقيل على هكا، فغنزيدو مازال الزيت. صافي، بما ان الزيت ولا بقى عندي فوق راه صافي خسر. نشوف دابا القهوه، فوالا دابا احسن خفيف، ولكن عاوتاني ماشي ديك اللي بزاف صيح.
وطبعا في المرحله كتذوق الملحه كتذوق البزار وكل شيء من ريحه الثوم عرفتي هذا غزال خلاص مع الفريت والمشاوي. عرفتوا اللسعه ديال الثوم خطيره ولكن ما عطيش بانه الملحه والحموضيه هذيك ممكن تضيف واحد المعلقه ديال العصير حامض حتى هي باش كتخليه كيبقى محافظ على اللون ديالو المايونيز واخا يبقى في الثلاجه ما يفسد ما يخسر ما يتود ليه اللون واخا كتكوني حاطاه ما كيتغيرش ليه اللون وصافي روعه. يلا نوريكم مختطفات من الغداء صافي مشتين كنتسناو تيجي بابا عاد نبداو الشواء. لا خاص وقلاة تعدين بما شكتبوا لها. ايه! ما شكتبوا لها. نعم. شكرا.